باغي انا من ضاف وما تدخلش واضح واضح اكيد تبعت الانتخابات انا ما تبعتش العبث مش الانتخابات انا ما تبعتش العبث كالعادة الشباب التونسي تغيب ويتم ولكن التغيير ما مش يتم كان عن طريق الشباب التونسي للامانه معناها نقول الامن التونسي رد بالك تنخرط في مشروع استبدادي جديد هما فكروا في 2011 وقت اللي طاح النظام قولوا راك الوحيد اللي خلصت فاتوره هو انت الناس الكل جبت ايديها عليك الناس الكل غادرت البلاد وحتى اللي دخلوا للسجون خرجوا ورجعوا يمارسوا في السياسه ورجعوا خذوا وزارات ورجعت موقف البلاد هذه الا انت راك كي تخلص الفاتوره حتى نهايه 2014 وطلب من السلطه السياسيه اللي انت قاعد تصوت لها وتجدلها كل عام بدون ادنى تفكير الناس اللي تقول لك ما عنديش برامج وما عنديش معناها افكار وتصوت لها على انها اساس الجيش التونسي خلى رسائل على السبورات في المدارس رسائل مهمه كيفاش تقراها والله ما طلعتش برشا على الرسائل هذه الحقيقه انا ما تبعتش العبث مش الانتخابات انا ما تبعتش العبث قلت تبعت الانتخابات انا ما تبعتش الحقيقه على الجيش الوطني التونسي الجيش الوطني التونسي وكما كانوا في الثكنات على روحه وحنا مطالبين منه واحد شيء كتوانسه دائما نحبوا يلتزم الحياه في مصلحه البلاد هذه تو سامبلومون ما نحبوش حاجه اخرى الرسائل هي للامن للامانه معناها نقول الامن التونسي رد بالك تنخرط في مشروع استبدادي جديد هما فكروا في 2011 وقت اللي طاح النظام قولوا راك الوحيد اللي خلصت فاتوره هو انت الناس الكل جبت ايديها عليك الناس الكل غادرت البلاد وحتى اللي دخلوا للسجون خرجوا ورجعوا يمارسوا في السياسه ورجعوا خذوا وزارات ورجعت موقف في البلاد هذه الا انت راك بقيت تخلص الفاتوره حتى نهايه 2014 بقيت تخلصها بالعزل معناها وبالاعفاءات وبالاحاله تاع التقاعد الوجوبي ومن بعد تخلصها بالدم رد بالك معناها تنخرط كمشروع استبدادي جديد اتعلم من اللي صار خليك مع شعبك حاول تكون جمهوري الى ابد حد هذا قهو فقط الرسائل نتاعي تبعي انا من ضاف وما تدخلش واضح واضح نحكيو على الاداره التونسيه شنو احوالها به الاداره التونسيه كيفاش نحكي لك تاريخيا راهي بدات في بطريقه معينه مع دوله الاستقلال معناها في اطار بيروقراطي الناس توقف في الاداره التونسيه ياسر بون هي ما تبعتش التحديث اللي صار في العالم ومنشيتش في اطار انه ترقم نفسها اون بلوس الاداره مش ترقم نفسها وحدها لازم تكون ثم اراده سياسيه لازم تكون ثم ثوره تشريعيه كيف ما قلنا طبعا الثوره التشريعيه مش يعملوها الناس اللي موجودين تو مش يعملوها البيدق سامحني في العباره الثوره التشريعيه ما ينجم يعملها كان ناس عندهم اراده فعليه نابع من اراده الشعب التونسي منتخبين فعليين وعندهم برامج دونك الاداره التونسيه ما نجموش نحكيوا عليها في ظل غياب الاراده السياسيه اللي هي باش تمشي الى الرقم اون بلوس الشباب التونسي برشا راهو دي جون تونسي معناها عندهم فكره وعندهم مشاريع باش ترقم الاداره لكن ما يسمعهم حد كالعاده الشباب التونسي تغيب ويتم ولكن التغيير ما باش يتم كان عن طريق الشباب التونسي فقط الشباب التونسي كيفاش عنده افكار باش يرقم الاداره انت تشوف لي زانجينيور تو اللي في الخارج في 2017 مثلا اقترحوا راهو على الحكومه التونسيه الفكره هذه وعطاو برشا مشاريع للاداره انها تترقم والاداره في بالنا مشيت في الاطار هذاك حكايه المضمون وحكايه ليغاليزاسيون وحكايه الكوبي كونفورم وتوا احنا ماشيين في اطار يعني افتعال بطاقه تعريف البيومتريه ايوا هذيك هو وجواز السفر تاع البيومتريك لكن لما تشوف اللي صار مؤخرا في الاداره من هيئه الانتخابات مثلا كمثال مش تاسيس الموضوع سامحني معناها انه تجيب للاستماره وتحط لك فيها اشياء غريبه احنا تو ماشيين انه بطاقه تعريف بيومتريه باش تكون فيها كان الهويه الاسم واللقب تقريبا والسكن البقيه باش يكون في الشريحه فهمت ماشيين باش الرقم معناها الهويه نتاعنا وادارتنا مازالت هكا والهيئات مازالت تصرف هكا دونك باش تعرف مليح مليح انه الحكايه راه مش في الاداره الحكايه في الناس الساهره على الاداره فمانيش باش نلومو تو احنا الموظفين نتاعنا ونقول لهم كيفاش راهو الموظف عنده قانون يمشي به وبالله رجاء من التوانسه ما عادش تشبكوا ياسر مع الموظفين الموظف راهو عنده قانون يمشي به انت طالب من هيئه وطالب من السلطه السياسيه اللي انت قاعد تصوت لها وتجدلها كل عام بدون ادنى تفكير الناس اللي تقول لك ما عنديش برامج وما عنديش معناها افكار وتصوت لها على انها اساس